ماريا بقى، ماريا يعني بجد قصتك كده وانا بقراها تحدي وانتي صغيرة ويفاجئك مرض السرطان وتدخلي 57 وتتحدي كل ده وتعدي وتشفي وتبقي قمرة وزي الفل وكمان يتم اختيارك في مؤسسة الدعم النفسي. قولي لي يعني المشوار الكبير ده ازاي؟ أبدأ من أول فين؟ يعني ادينا لمحات كده. طبعا أنا تعبت في سن صغير، ما كنتش قادرة أكوب مع فكرة أني مختلفة عن بقية الأطفال. طبعا دعم أهلي هو اللي سندني طبعا، بس ما أقدرش أنكر أن قلة الوعي اللي عند الناس كانت بتأذيني. فده طبعا الدور اللي أنا كنت محتاجاه وإحنا محتاجينه، اللي هو بتاع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، أن الناس تبقى مقدرة، الناس تبقى واعية، أنه واعية بحالة اللي قدامها، تمام، واعية ان احنا في شايفينك كلام. قمر اهو مخرجة ميرسي. صور جميلة. بس انا استأذن حضرتك قبل ما اقول حاجة عني، انا عايزة اشكر السفيرة نبيلة مكرم، طبعا احنا كمان نشكرها معاكي، لان هي يعني انا الكلام مش بيوصف قد ايه المؤسسة مهمة. طبعا وهي حولت الألم النفسي والتجربة الصعبة وسيلة انه نساعد بها اللي بيتألم وساكت. صحيح، انه وارد كلنا نتعب بس مش طبيعي اننا نسكت. صح، فلأول مرة في مصر لازم التعب يطلع ونتكلم فيه. فلأول مرة في مصر الكلام عن الأمراض النفسية بيتم بأريحية، وانه يبقى فيه وعي، وانه بنقول للناس اتكلموا، في ناس فاهمه حالتكم، ما بقاش وصمه عار، ما بقاش حاجه نقلق منها، بقى زي دي المرض. صوره كمان هي كلها طاقه من بقى زي المرض العضوي، ان لما حد دراعه يوجعه ويجري على دكتور، ما فيهاش اي عيب ان احنا نتعب نفسيا ونروح لدكتور وطبيب واحنا نفسي. بينا وبين نفسنا نعترف ان احنا محتاجين مساعده، مش صحيح، ودي برضو خطأ من وصمه اخطاء العار. المجتمع لما بيعتبر انه المرض النفسي يستخبى، يعني هو ما دي حقيقة. يستخباش زي اي مرض يعني. فلا نتكلم، وبقى في دلوقتي يعني يا بخت اللي عايز يتكلم دلوقتي، في مؤسسة وراه دعماه وفاهمة حالته وبتقول للي قدامه ما تقفش من الشخص ده، بالعكس ادعمه، افهم حالته، لانه ما فيش عيب، العيب انك تسكت وتكمل. صحيح، فتحكم على نفسك انك تعيش بصعوبة. صح، يعني محدش هيتعب غيرك في لأنه الاخر. كمان الطاقة الإيجابية يعني أنت بتطلعي فبتبقي في طاقة أحلى والناس حواليكي أكيد حاجة حلوة.